الآن تنظرون إلى وجه إنسان عمره 4 أسابيع. الآن تتكون حفرتان في جانبي رأس الجنين، أمر طبعا تصديقه صعب، ولكن في هاتين الحفرتين تنشأ العينان. يبدأ تشكل الأعين في الأسبوع 6 من المرحلة الجنينية، حيث تعمل الخلايا ضمن خطة لا يستوعبها العقل، وتكون أجزاء العين المختلفة بتتابع غريب، فتصنع بعض هذه الخلايا القرنية، وبعضها تصنع الحدقة، وبعضها تصنع العدسة. تقف كل خلية عند انتهاء الحد الذي يجب عليها صنعه، وتتكون العين بشكل كامل من كل هذه الأجزاء المجملة. وهكذا فالعين التي تعد أفضل كاميرا في العالم، خلق الله عز وجل، تخلق في بطن الأم من قطرة ماء. ما تنساش قطرة الماء دايما أفكرك بها، النطفة.